أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول من يقول الدين لله والوطن للجميع؟ هذا قول العلمانيين والليبراليين اللي ما يدخلون الوطن والأمور الدنيا، ما يدخلون في حكم الله والشريعة، يريدون أن يقصروا الدين على العبادة فقط، ولا يتناول المعاملات والحلال والحرام. هذا قول الملاحدة والعلمانيين، لا، كلام باطل هذا. كل الدين والدنيا كلها لله عز وجل، الدين والدنيا كلها لله، وكلها تجري عليها أحكام الله القدرية والشرعية، وليس هناك شيء يخرج عن حكم الله. نعم.